انسى الطرق القديمة لعمل الفراخ ولسلق الفراخ بالطريقة التقليدية واسلقيها وحمريها بالطريقة دي. الطريقة دي في الأصل طريقة بولندية، هتنسي الطرق القديمة تماما ومش هتعمليها غير بالطريقة دي. والسر في مكون بسيط جدا موجود في بيتك. ما تنسيش تشتركي في القناة وتعملي لايك للفيديو. أول حاجة هتجيبي فرخة أي حجم، هتكوني غسلها أو نقعيها في مية وخل وغسلها كويس ومصفياها كويس من المية. بعد كده هنشقها من عند الصدر بالطريقة دي. طبعا لو الفرخة كبيرة بنشقها من عند الصدر كده، لو صغيرة ممكن ما نشقهاش ونسيبها كاملة زي ما هي. احنا مش هنقطعها خالص، يعني مش هنقسم الفرخة لنصين ومش هنفتحها، يدوب بس قطعة بسيطة زي ما انتوا شايفين كده عشان صدر الفرخة يستوي كويس. بعد كده هنجيب حلة كبيرة وهنحط فيها الفراخ، وهنضيف على الفراخ لترين ونص من المية او حسب حجم الفرخة. بعد كده هنضيف لمية السلق كذا ورقة لوري زي ما انتوا شايفين كده. ورق اللوري ده انا بغسله قبل ما استعمله. وكمان هضيف فلفل اسود صحيح، حوالي 4 أو 5 حبايات فلفل. وممكن نستبدل الفلفل الاسود بالفلفل الابيض. وهنعصر على الفراخ ليمونة كاملة، الليمون بيخلي الفراخ طعمها في حتة تانية خالص. والليمون هو سر طعم الفراخ الجميل ده، بيخلي الفراخ طعمها في حتة تانية خالص، وكمان بيخلي شربتها نقية وطعمها جميل جدا. بعد كده هنضيف معلقة كبيرة من الملح، والملح برضو حسب الرغبة ممكن نزوده وممكن نقلله، ونص معلقة صغيرة من السكر عشان الفراخ تكون طرية. بعد كده هنغطي الحلة وهنحطها على نار متوسطة عشان تتسلق. وأول ما الفراخ تتسلق، طبعا الفراخ بتتسلق 90%، بنشيلها كده من المية بالراحة خالص عشان ما تتكسرش. عشان كده احنا سلقناها 90%، يعني ممكن تكون اخدت سلق ساعة لربع لو كبيرة، ونص ساعة لو الفرخة صغيرة. دلوقتي هنجهز صوص التحمير. معانا معلقتين من الصلصة او معلقتين من الكاتشب. انا بفضل استخدام الكاتشب. طعم الكاتشب مع طعم المكونات التانية وبالذات الليمون اللي هضيفه كمان شوية، طعم المسكر مع طعم الميزز بيدي للفراخ طعم جميل جدا. طبعا لو استخدمتوا الصلصة ضيفوا ربع معلقة صغيرة من السكر معاها، انما لو استخدمتوا الكاتشب مش هتضيفوا سكر خالص. هنضيف ليهم عصير نص ليمونة ونص معلقة صغيرة من الملح، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الثوم المهروس، وشوية زيت صغيرين حوالي معلقتين زيت. ونقلب المكونات دي مع بعض كويس جدا. الخلطة دي جميلة جدا، وبالذات احنا ضفنا عليها ليمون، الليمون بيدي طعم للفراخ جميل جدا. جربوها بالطريقة دي مش هتندموا. وبعد ما نقلب الخلطة دي كويس جدا، هنجيب فرشة وندهن الفرخة بالخلطة دي كويس جدا في كل مكان، وكمان هندهنها من جوه، يعني هندهن الفرخة من بره ومن جوه وكمان من الناحية التانية. يعني انا بعد ما دهنت الفرخة من فوق قلبتها ودهنتها من الناحية اللي تحت. والخلطة دي هي سر طعم الفراخ المميز. طبعا طريقة السلق مهمة جدا، بس الفراخ طعمها مش بيظهر الا لما تدهن بالخلطة دي وتتحمر وهي عليها. بعد كده هندخل الفرخة تحت الشواية عشان تتحمر، وممكن لو عندك قلاية هوائية اللي هي الاير فراير تحمريها فيها، وبتكون بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين شكلها جميل جدا ازاي، وكمان طعمها جميل جدا. اجمل فراخ مسلوقة ومحمرة تقدروا تعملوها بالطريقة دي، طعمها هيبهركم وهيعجبكم جدا. وبالهنا والشفا مقدما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.